تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. تقدمت فيها سموها لجلالته بخالص التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، مؤكدة سموها أنها لذكرى عطرة لمسيرة عهد زاهرة بالخير والنماء وعامرة بالإنجاز والعطاء، سائلة الله أن يحيطها بالتوفيق والبركات للمزيد من الرفعة والرخاء. باركت صاحبة السمو في البرقية لجلالة الملك المعظم أيده الله ما تشهده البحرين الغالية من منجزات حضارية لافتة بسعي مخلص وحثيث من أهلها الكرام رجالا ونساء الذين يبذلون كل ما بوسعهم لتحقيق الإنجاز تلو الإنجاز، وما ذلك إلا ثمرة قيادة جلالته الحكيمة وتوجيه جلالته السديد ورعايته السامية، ونتاج مبارك لجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والذي يعمل بعزيمة لا تكل لتحقيق تطلعات وأمال جلالته لرفعة ورخاء أبناء وبنات الوطن الأعزاء. وجددت سموها حفظها الله العهد لخدمة الوطن في ظل قيادة جلالة العاهل المعظم حفظه الله، معاهدة جلالته على مواصلة الإسهام في مسيرة التقدم والنهضة، مستلهمين من رؤية جلالته الرحبة ما يحفظ للبحرين العزيزة مكانتها الرفيعة وهي تشع بثراء حضارتها الإنسانية كواحة استقرار وسلام. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي قرينة جلالته رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، أعرب جلالته فيه عن بالغ الشكر والتقدير والاعتزاز لتهنئة سموها بمناسباتنا الوطنية العزيزة، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على بلدنا العزيز وشعبنا الكريم بالمزيد من التقدم والنماء والاستقرار، مشيدا جلالته بهذه المناسبة السعيدة والتي تحتفي فيها مملكة البحرين بما تحقق من إنجازات حضارية كبيرة بدور صاحبة السمو وإسهامات سموها الوطنية الكبيرة، خاصة في مجال النهوض بالمرأة البحرينية والعمل على تلبية احتياجاتها وتحقيق تطلعاتها في مسيرة العمل الوطني، وذلك من خلال قيادة سموها الموفقة للمجلس الأعلى للمرأة لتحقيق المزيد من المكتسبات للمرأة وللأسرة البحرينية، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبات السعيدة بالمزيد من الخير والبركات.